التاريخية التي هي فعلا تذكرنا بمجموعة مطربين وموسيقيين وكذلك من مجموعة من رواد الفنون والثقافة بالمغرب. مروا من هنا وشكر خاص كذلك للجمعية الإسماعيلية الكبرى التي أهدتنا هذه الأيام الثقافية والفنية لمدينة مكناس بشراكة مع مؤسسة ثقافات العالم وجماعة مكناس. عشنا صباحة هذا اليوم مع لوحة وملحمة تراثية تحت عنوان مكناس تراث عالمي، جالت بنا عبر مجموعة من الفنون التراثية، عبر فن المديح والسماع، عبر التراث العيساوي، عبر التراث الحندوشي، ثم الموسيقى الأندلسية، واختتمت بلوحة رائعة من التراث الجناوي. عشنا فقرات هذا الصباح مع افتتاح هذه المعلمة المركب الثقافي والفني للجمعية الإسماعيلية الكبرى. الآن نعيش حفل افتتاح الدورة، هذه الدورة من الأيام الثقافية والفنية لمدينة مكناس التي تنظمها الجمعية الإسماعيلية الكبرى بشراكة مع مؤسسة ثقافات العالم وجماعة مكناس. في البداية نستمع إلى كلمة الجمعية يلقيها الأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل نائب رئيس الجمعية الإسماعيلية الكبرى المكلف بالشؤون الثقافية والفنية، فليتفضل تحت تصفيقاتكم طبعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ضيوفنا الكرام القادمين من جبل طارق، ضيوفنا الكرام القادمين من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، أيتها السيدات أيها السادة، مرحبا بكم في هذا اليوم الأغر. السيد رئيس مؤسسة ثقافة العالم، رئيس جمعية فاس سايس، المنسق العام لكم تو ماي روم، الأستاذ وليس النبي، السيد رئيس الجمعية الإسماعيلية بمدينة مكناس. أيها السادة، لقد احتفلت الجمعية الإسماعيلية الكبرى في نهاية السنة الماضية بذكرى مرور 30 سنة على تأسيسنا، واليوم وهي على وشك أن تنصرم سنة كاملة على هذه الذكرى، وفي غمرة الاحتفال بالذكرى 43 للمسيرة الخضراء المضفرة، تتطلع بمنتهى العزم إلى مستقبل أكثر إشراقاً وأوفى عطاءً. نقول هذا ونحن نعلم اليوم عن افتتاح المركب الثقافي للجمعية الإسماعيلية، وهذا حدث لا ريب أنه من الأهمية بمكان، وذلك بالنظر إلى أنه يمهد لتحول كبير في مسيرة جمعيتنا، بما يتيح لها من إمكانيات جلة لمباشرة العمل الثقافي. لا ريب أن في مقدمتها هذا الفضاء الرحب الذي من شأنه أن يحد من ضائقة الفضاءات المؤهلة للممارسات الثقافية بمختلف أنواعها ومشاربها في هذه المدينة. إننا ونحن نعلن عن هذا الحدث الثقافي الرائع، لا يسعنا إلا أن نستحضر جهود رجل من أبناء هذه المدينة الأوفياء، رجل تأبى عليه طبيعة التواضع التي جبل عليها إلا أن يؤثر التمسك بفضيلة نكران الذات. ولولا أن الاعتراف بالفضيلة فضيلة لأمسكنا نحن أيضا عن التنويه بالمبادرة التي أقدم عليها عن طواعية ومحض اختيار،
وهو يضع هذا الفضاء الجميل وهذا إشارة الجمعية التي نشأ على حبها منذ أن عاين العناية العظمى التي كان يوليها لها والده المرحوم قطب هذه المدينة في المجال الاقتصادي والإعلامي السيد العالمي التازي رحمه الله. وحسبنا للإشادة بمبادرة الأستاذ جمال التازي أن نردد جميعا ما قاله الشاعر المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. فأعظمه من عزم تهون أمامه السهام وأنعم بها من مكرومة قبل أن يحدث قبل أن يجود بمثلها الزمان. إنها مكرومة حقا. ولقد قلت منذ قليل على صوت الأثير إن هذه المبادرة تشكل نموذجا رائعا ومثلا حيا نرجو أن يقتدي به صاحب القاعات السينمائية التي آلت وآل أمرها إلى الانحلال أو التوقف أن يحدو حذو السيد التازي فيحول قاعاتهم السينمائية بالمغرب إلى مركبات ثقافية. نحن نشيد بهذا الحدث العظيم ونعتبره مفخرة لمدينة مكناس بل نعتبره مفخرة للمغرب كامل. أيها السادة، إن مما يزيد من إشعاع هذا اللقاء أن ينعقد تحت شعار الاحتفال بالتنوع وفي سياق التعاون والتشارك الثلاثي بين جمعيتنا وكل من مؤسسة ثقافة العالم والجماعة الحضرية لمدينة مكناس. وما نريد أن تفوتنا الفرصة للتعبير مرة أخرى عن ترحيبنا بضيوف هذا اللقاء وعن جزيل شكرنا للمشاركين في فعاليته وأقصد الفرقة الموسيقية الأندونيسية وفرقة Come to My Room والمجموعة الصوتية براعم الفردوس من مكناس ومجموعة أندونيسيات بالدار البيضاء. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للاستاذ عبد العزيز بن عبد الشديد نائب رئيس الجمعيه الاسماعيليه الكبرى المكلف بالشؤون الثقافيه والفنيه. اكيد على ان هذه فعاليات هذه الايام الثقافيه ما كانت لن تكون لولا شريك اساسي للجمعيه الاسماعيليه الكبرى واعني واقصد مؤسسه ثقافات العالم. مؤسسه ثقافات العالم التي يمثلها الأستاذ مليكريس العلوي المغري الذي نستقبله اليوم بصفته رئيساً لهذه المؤسسة وهذه الجمعية أو مؤسسة ثقافة العالم، كما نستقبله كرئيس لجمع الوطني لجمعية فاس سيس وكذلك وهو المنسق العام لمجموعة Come to My Home. الكلمة للأستاذ مليكريس العلوي المغري. بدء أود أن أشكركم جميعا على حضوركم وأن أشكر إخوتي في جمعية إسماعيلية الكبرى على حسن استقبالهم وعلى التنظيم الرائع لهذا المهرجان ولهذا الافتتاح. أعتقد بأن المبادرات مثل هذه هي مبادرات أولا وقبل كل شيء وطنية لأنها تخدم في الأساس مغربنا الموحد. أعتقد أن جميع الذين يناضلون من أجل مغرب مزدهر في جميع المجالات ليس فقط في المجال الاقتصادي أو في مجالات متعددة لكن كذلك في المجال الثقافي، ودائما عندما أتواجد في لقاء أو مناسبة مثل هذه أؤكد على ضرورة اعتبار الثقافة والفن كشيء جوهري بالنسبة للتنمية، لأن لا تنمية دون ثقافة ودون فن. ليس شيئاً أكلة فوق شيئاً يضاف إلى الأكل بل هي الأكل الأساسي، لأن لا مستقبل
لشعب أو لقوم أو لبلد إذا لم يكن عنده فن وثقافة تساهم في حركة الثقافات العالمية. هذا من جهة. من جهة أخرى أود أن أشكر بالمناسبة صديقة وأخت عزيزة علينا هي أخت رشيدة الصرغيني وأخوها كذلك نائب الرئيس سيد سعيد الصرغيني نائب رئيس جمعية إسماعيلية الكبرى لأنه هي عضوة في مكتب مؤسسة ثقافة العالم وهي التي اقترحت علينا أن ننظم في البداية وكان فرابط التي هي التي ربطت بيننا لكي نقوم بهذه التظاهرة وإن كانت هذه السنة عندنا بالنسبة لمؤسسة ثقافة العالم كانت سنة حافلة بالمهرجانات واللقاءات على الصعيد المغربي وكذلك على صعيد خارجي بحيث في الصيف الماضي كنا في إسبانيا وقدمنا عروضا موسيقية وكذلك معارض لفنون تشكيلية إلى غيره من الأنشطة الثقافية والفنية التي تدخل في إطار هذه الفكرة التي أتت بها مؤسسة ثقافة العالم وهي فكرة أجل دارنا. Come to my home. Viens chez moi. لماذا؟ لأن الهدف من هذا ليس أن نقول يجب أن نتحاور وأن يتم هنالك كلام حول موضوع تعايش سلمي للثقافات والحضارات، بل يجب أن نعطي الدليل والبرهان على أرض الواقع بأن حوار ثقافات شيء قائم بذاته وملموس، وهذا شيء نعمل على ترويجه في مختلف أنحاء العالم من خلال ما نقدمه من مهرجانات ولقاءات في المغرب وخارج المغرب. وكانت لنا منذ بضعة أشهر كذلك دورة في جديدة والدار البيضاء ومحمدية وأخرى في مدينة بجاع، وإن شاء الله ستكون كذلك يوم الأحد. سنذهب إلى فاس بنفس شيء. اليوم عندنا مجموعة كمتما اليوم هي مكونة من عشرات الفنانين من مختلف البلدان، أحيانا تكون عدد كبير منهم وأحيانا سيكون بعض فيهم فقط لنظرا لظروف ولأنهم كاملين فنانين مقتدرين ومعروفين في البلدان التي يشتغلون بها، ولكن دائما نضع معهم شبان مغاربة لأن الهدف من هذا أنه يكون ما بين الشبان المغاربة وهؤلاء الفنانين اللي عندهم واحد القدرات وعندهم واحد الإمكانيات والمؤهلات كنضعهم مع الفنانين العالميين باش يمكننا نرتقي بهم إلى درجة أكثر من درجة لتكون فيها إن شاء الله لنا عمل مع جمعية إسماعيلية الكبرى تكلمنا فيها على الأخ جمال التازي ومع الإخوة أعضاء المكتب البارحة باش نرسلوا غادي نديروها في مدن متعددة واحد الشبكة سميتها بروديج بروجي ديداكتيك انتركولتورال بور لي جون. هذا لو بروجي هذا المشروع هذا تهدف إلى انتقاء بعض الكفاءات الشابة والعمل معهم ووضعوا في المجال باش يشتغلوا مع فنانين كبار ومن ذلك ينطلقون اما في اعمال فنيه لوحدهم او في اطار هذه المجموعات التي نحركها. كلمه باش نطوش عليكم اجدد الشكر لجمعيه اسماعيليه الكبرى وان شاء الله ستكون لنا لقاءات اخرى واعمال مشتركه اخرى ولنا ان شاء الله رجوع الى مدينه مكناس العريقة. كلمة فقط لأن أنهي هذا التدخل البسيط في شأن الإخوة اللي جاونا من جبل طارق كان ينلل قادو وإخوة آخرين تنضموا في جبل طارق مهرجان عالمي للموسيقى عرضوا علينا عدة مرات وتنضموا كذلك عدد التظاهرات فنية و عندهم كنشاركوا فيها أحياناً من كتكون ظروف تسمح بذلك. والفكرة اللي جاء بها الأخ يالي القادو هو من أصل مغربي، هو بريطاني ولكن من أصل مغربي، كان واحد الفكرة اسمها براتمت اللي غادي من خلالها تكون واحد تعاون مشترك
في البحر الأبيض المتوسط من ناحية الثقافية والفنية، غادي نخليه هو يقدم لكم هذه الفكرة هذه بالنسبة لواحد الفيستيفال بالخصوص فيستيفال بفيلم ميديتراني. وشكرا شكرا لكم. شكرا السيد الجليل. أكيد على أن Come to My Home هي فرقة موسيقية هدفها خلق الحوار الإبداعي بين الثقافات. سأنطلق من حيث انتهى الأستاذ وهو الحوار الثقافات أو أن الثقافة هي لم تعد الثقافة والفنون ليست طرفا وإنما هي قاطرة من قاطرات التربية إذا لا يمكن أن لشعبنا. أكيد على أن مهرجان الذي تكلم عنه الأستاذ مليدريس العلوي المدلي هو مبادرة مهرجان سينما بريخت ماد، والتي أستدعي للحديث عنها ولتقديم هذه الفكرة السيد يان ديلغابو. مسيو يان ديلغابو أفو الميكروفون. Et à M. Driss, à la Mme Ingrid, de nous accueillir et de faire venir juste de vrai d'Allemagne, de Gibraltar, d'Espagne, d'Angleterre et d'ailleurs, à Meknès, ce qui a quand même été un rêve pour nous. Et nous allons tout simplement notre concept qui s'appelle Bright Med. Bright Med, c'est simplement un concept qui est né à Gibraltar. Et vous savez l'importance de ce lieu, au moins géographiquement, et les symboles qu'il représente. Nous avons simplement l'ambition de construire des ponts entre nos cultures pour se découvrir, pour mieux se comprendre. Et il repose sur, depuis 7 ans maintenant, sur un assez grand festival de musique du monde, des conférences, des galeries d'art, des expositions, pas mal de choses qui se passent à Gibraltar en général au mois de juin. N'hésitez pas à vous manifester, vous seriez les bienvenus sur place. Le Bright Med Film Festival, qui est la partie film, est donc venu à Meknès aujourd'hui pour vous présenter un film qui s'appelle Mali Blues, dont le réalisateur est dans la salle et qui prendra quelques minutes à la fin pour répondre à des questions si vous en avez. Encore merci de nous accueillir. Nous sommes très 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 heureux et très touchés d'être invités ici. وما أريد أن أؤكد عليه هو أن هذا الأيام الثقافية والفنية لمدينة مكناس والتي تنظمها الجمعية الإسماعيلية للقرى بشراكة مع مؤسسة ملتقى مؤسسة ثقافات العالم وجماعة مكناس هي احتفاء بذكرى غالية على قلوبنا، ذكرى ملحمة وطنية، ذكرى عيد المسيرة الخضراء المضفرة. تكلم قبل قليل سيد يان ديلغادو قال على أنه سوف يتم عرض فيلم مالي بلوز السدعي السيد لوتس غريغور لو رياليزاتور دي فيلم. مسيو لوتس غريغور إسكيل إلا نعم. إذن أترككم مع فيلم مالي بلوز لمخرجه لوتس غريغور. فرجة ممتعة، وبعد الفيلم يمكن أن نستمع لمخرجه وأن نناقشه في هذا الفيلم. إذن دائما في إطار فعاليات الأيام الثقافية والفنية لمكناس والتي تنظمها الجمعية الإسماعيلية الكبرى بشراكة مع مؤسسة ثقافات العالم وجماعة مكناس، فيلم مالي بلوز فرجة ممتعة. لوتس غريغور. À vous la parole. Oui, merci. Je vais parler en anglais et Yann va traduire parce que mon français c'est pas très bien, je suis allemand. Et thanks for staying and thanks for your patience. That part of the film were not maybe understandable because they were in Bambara and it was hard to watch the subtitles, which could help a little bit. Merci pour votre patience et d'avoir suivi ce film qui a des séquences en Bambara et les sous-titres en anglais, donc pas facile à comprendre parfois.
Peut-être on demande s'il y a des questions, on peut parler un peu sur le film. هل هناك من أسئلة حول الفيلم؟ نعم، تفضل السؤال. شكرا. I just wondered if the dialogues were written or spontaneous from the actors. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que les dialogues ont été écrits ou bien c'était des dialogues spontanés par les personnages, parce que ça change beaucoup la compréhension que l'on peut avoir et les sentiments qu'on peut avoir. Donc, Dénache, une association comme To My Home ou l'association Culture des Mantes. Donc les dialogues sont plutôt spontanés en général. Parfois le réalisateur donne des impulsions sur les sujets à discuter. La plupart en général sont quand même plutôt spontanés. On peut dire ça. Bonjour Madame Saint-Archila, productrice de cinéma. Et je voudrais savoir combien de temps ça vous a pris, tout le documentaire, et combien vous étiez dans l'équipe. Of course, it's a German production, and the main crew was German, from Germany. And so it was a typical documentary crew, like 5 people. Me, camera, sound, camera assistant, and somebody for the production management in Africa. But on the other hand, we had a big African family, and without the help of the of producers in Africa, of the Centre Cinématographique du Mali, it wouldn't be possible. And we had people for the to do the kitchen for and drivers, and it was very helpful. So it's both the German part and the African. How much time? It's a long process making a documentary. I did 3 films in Mali before, in Timbuktu, in Pays de Gon. So I know a little bit the situation in Mali, and it was a kind of research as well for this film. Donc c'est une production allemande, ils sont plutôt 5 personnes, c'est pas beaucoup, mais sur place il y avait effectivement tellement d'aide sur place que ça faisait une équipe bien plus nombreuse. Pour le temps, en fait, il avait déjà préparé 3 films auparavant au Mali, et c'est ce que, dans plein de régions, notamment tout le pays de Gon, et ça avait permis d'accumuler un certain nombre de matériel et d'aller directement au fait lors du documentaire. We finished the film at the Pays de Gon end of 2011, and we felt already something will happen in Mali, yeah, because we felt the tension, but nothing happened to us at that moment. And then, quand il termine son premier film au Pays de Gon en 2011, il commence à sentir qu'il va se passer quelque chose au Mali. Il sent les tensions, et ça les pousse à aller vers autre chose. And in March 2012, there was a coup d'état, and there was 2 months later, Fatou giving a concert in Germany. And we met each other, and immediately we decided that we need to do something against the situation, that music was banned in the north,
And even in Bamako, where there were no jihadists, the situation was that everybody was staying at home. Nobody went out to the bars and things like that. So we thought we have to do something, and it was a starting point to create this film. Donc à la même époque, il y a un coup d'État, et deux mois plus tard, après ce coup d'État, en Allemagne se produisait Fatoumata en concert. Ils se rencontrent et se disent qu'il faut faire absolument quelque chose. Il faut qu'on arrive à produire quelque chose pour parler de tout ça. And then I went there several times for making research, meeting people. The radio journalist, Yisrael Moui Touré, he knows all the musicians in Mali. So if you have asked, I would love to meet Salif Keita, Rocket Raoré, whatever, he has a telephone number and he calls. And then we had to make a decision who we can put in the film. And then we went for shooting twice, I think. We made a trailer before, and then we came back and the main shooting was twice, 3 weeks. Donc deux fois trois semaines pour le shooting du film, mais juste avant ça, les teams sont partis en recherche régulièrement, on rencontrait des artistes à travers d'un manager connu sur place qui avait tous les réseaux d'artistes pour leur permettre d'accéder aux personnages que vous avez sur le film. Donc deux fois trois semaines sur place de shooting. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous remercie pour votre question et votre question. Ajaz Rébé, Fondation Culture du Monde. Alors, je voudrais poser une question concernant l'impact de ce film, de ce documentaire sur la population locale. Est-ce qu'il était perceptible? L'impact sur? Sur la population locale. It's very difficult. Thanks for the question. It's difficult to say because we had just an internal screening in Bamako. More or less with the African crew and the musicians. Donc très difficile à dire. J'ai eu d'autres échos là-dessus, effectivement. Évidemment, au travers des musiciens et de leur impact, les musiciens ont fait vraiment le travail de diffusion du documentaire. Évidemment, la télé locale et les presses, ça, mais tout le monde ne la regarde pas forcément pour ces raisons. We are still looking. That's really the problem because, of course, we want to bring the film back. To Mali, yeah. Donc ils vont devoir amener le film au Mali même. And our dream at the moment is to make a tour, screenings and concerts in Mali at several places where we shot the film, and as well in several other places where we would love to go. But we try to get money from the German government, which is not quite easy. Le rapport entre le gouvernement allemand et le Mali, c'est pas très facile, mais leur rêve, c'est quand même de faire un tour du film, de faire tourner le film à travers le pays et de pouvoir le célébrer sur place. Je pense, I think the situation has not changed much in Mali, and it's very tense. And everything I hear, I'm always in contact, especially with Ahmed, who's a close friend, that it's getting more tense in the north, more and more and more. And so to create a kind of message with the film, was Bassacou was attending as well, and all the others, I think it's more necessary than before. And so we try everything to make it possible. C'est encore plus nécessaire qu'avant d'aller montrer le film, parce que les tensions sont beaucoup plus fortes, et il a cette information parmi les artistes qui sont dans le film, avec lesquels il reste en contact, qui sont venus depuis des années. Thank you, Monsieur Lutze Villard. Merci, merci, Monsieur Yann Delgado. قبل أن نمر إلى الفقرة الموالية والتي تتضمن حفلا موسيقيا للاحتفال بالتنوع مع مجموعة Come to My Home وقران براعم الفردوس برئاسة الأستاذ عبد الإله الشبوك، ندعوكم لاستراحة شريط وحتى نترك الحيز المكاني للفرق للاستعداد لهذه الأمسية الموسيقية.